الأهلي العالمي يخلع ثوبه المحلي ليطير يوم الجمعة المقبل لمواجهة أبطال القارات في كأس العالم للأندية في الفترة من الرابع وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل. بعثة النسر الأحمر يترأسها أسطورة الكرة الإفريقية محمود الخطيب رئيس الأهلي، وتبدأ استعداداتها عقب وصولها إلى قطر على متن طائرة خاصة، حيث يخوض الفريق أول لقاءاته أمام الدحيل القطري تحت شعار لا بديل عن الفوز، والذي يؤهل الشياطين الحمر لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال. الأهلي العالمي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، ويسعى الفريق إلى تحطيم إنجازه في 2006 بحصد برونزية المونديال. الكتيبة الحمراء بقيادة بيتسو موسيماني تحلق في سماء المونديال بأحلام القارة السمراء وطموح ملايين الأهلاوية حول العالم في تحقيق إنجاز يكتب بسطور ذهبية في تاريخ القلعة الحمراء ليحلق نسر نادي الوطنية في سماء العالمية. بجدد التحية والترحيب مرة تانية بكل حضراتكم. طبعا بعد مباراة امبارح امام بيراميدز واللي انتهت بالتعادل السلبي، اكيد هنقفل طبعا صفحة المسابقة المحلية وهنبتدي مع بعض حالة تركيز جماعي على البطولة العالمية اللي احنا ان شاء الله بصددها الايام القليلة المقبلة، كأس العالم للأندية في قطر. بس الحقيقة برضو ما نقدرش يعني ما نتكلمش عن الكثير من الأخطاء التحكيمية الكارثية اللي تعرض لها النادي الأهلي في الفترة الماضية، مش في مباراة واحدة ولا اتنين، أكتر. والموضوع مش خاص بينا كأهلوية، لا، الموضوع يعني ظاهرة كونية ملفتة لنظر كل من يحب كرة القدم بشكل عام بغض النظر عن انتماءاته الشخصية. طبعا هنتكلم على كل هذه الأمور وكل هذه الملفات مع كابتن أحمد فوزي حارس النادي الأهلي السابق. صباح الفل عليك يا كابتن ومسعداء بوجودك معانا. لا، هو مش ظاهره كونيه، ظاهره اهلاويه بس. يعني اللي بيحصل ده، يعني تعقيبي على كلام حضرتك، طبعا اللي بيحصل ده مع الاهلي مقصود، مش يعني مش حاجه يعني ما نقدرش نتغافل عنها. نقطه ايجابيه، احنا رايحين كاس عالم انديه، بس اللي هيودينا كاس عالم انديه تاني الدوري المصري. فلو ما خدناش حقنا في الدوري المصري مش هنروح افريقيا، مش هنكسب افريقيا، مش هنروح كاس عالم. والغريبه كابتن ان الكلام ده بيتقال في الوقت اللي بتتعالى فيه بعض الاصوات اللي بتقول ما معناه ان الاهلي بيفوز بالبطولات وبيفوز بالمباريات بالتحكيم، خلي بالك واللي جاي والفار. الفار هو سبب خسارتنا. شفت بقى ازاي الفار سبب خسارتنا؟ يعني سبب خسارتنا 6 نقاط في 9 مباريات، ناهيك على عدم احتساب هدفين صحيحين في مباراة كسبنا فيها فعلا، ناهيك على عدم احتساب ضرب جزاء في مباراة المولين اللي كسبناها 3-2. يعني انا ممكن اعددهم لك ال6 حالات تحكيميه اللي اثرت فينا بالسلب من التحكيم ومن الفار. طيب خليني اروح بحضرتك واحده واحده، لان احنا فعلا هنتكلم في كل ده، اللي زي ما قلنا في بدايه الحلقه هي الاخطاء التحكيميه عرض يعني لا ينتهي. ولو هنتكلم بقى عن حاجه وهبدا بحضرتك بالجول الخاص ببواليا وما حدث مع شريف اكرامي، لان هنا في نقطه مهمه جدا. احنا بنتكلم يا جماعه، يعني الناس اللي بتقول لك ان هي كانت فاول، انت حضرتك بتتكلم عن القانون القديم ولا القانون الجديد؟ احنا بنتكلم ان لو كان في لمسه زمان في الستة ياردة ده وفقا للقانون القديم تبقى فاول، القانون الجديد بيقول لك لازم يبقى فيه دفعه، ما شفناش دفعه خالص. ف ايه الموضوع؟ نبدا من ده. في 16 فبراير 2016 اتلغى قانون حمايه حراسه المرمى، بقى القانون ان انت الاحتكاك يكون عادي جدا زيه زي اي مدافع، طالما الاثنين في ارتقاء في الهواء، الاثنين مع بعض في لمس طبيعي ما تتحسبش فاول. لو في زق، كوع، دفع، ده كل ده تتحسب فاول، تمام؟ نيجي لحاله امبارح، في نقطة مهمة جدا أكتر المحللين بيتكلموا فيها وأثناء لعب الكرة ما حدش اتكلم فيها، إن بوالي عامل جامب قبل شريف. أيوة. شريف طلع بعد الحارس، طلع بعد خروج بوالي، فبوالي وهو نازل غصب عنه لازم يلمس. إنما الكرة وهي في الهواء الاتنين في الهواء مع بعض. بوالي نازل بدماغه وشريف طالع يمسك بإيديه، وحتى بوليا لابس الكره بدماغه، مفيش اي احتكاك. حتى لو حصل احتكاك فهو احتكاك طبيعي جدا ما ياثرش على توازن شريف اكرامي. تاني احتكاك بوليا بشريف لا يؤثر على توازن توازن شريف اكرامي، اذا الحاله من وجهه نظري ما فيهاش اي فاول. واعتقد
ان كل المحللين اتكلموا فيها ما حدش قال عليها فاول. يعني كابتن جمال غندور، الشناوي، سمير محمود عصام، ما فيش حد من الحكام الكبار او المحللين، وكابتن الشناوي محاضر في الاتحاد الدولي للتحكيم، لما يطلع يقول كده معنى كده ان الهدف صحيح 100%. صحيح، اتفق مع حضرتك جدا. فمش كل حاجه، مش كل احتكاك يحصل تحسبه فاول. طب ما عملت، ما حسبتش الاحتكاك بتاع محمد شريف ليه؟ يعني انت 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 عملت كده مع شريف اكرامي وما عملتش كده، خلاص هو دلوقتي الحارس اصبح جزء لا يتجزا من ال 11 لاعب، ملوش حمايه خاصه. وكذلك المبادئ هي كمان لا تتجزا، فبنلاقي ان يعني في قرارات بتتحسب لصالح البعض ونتيجه لعبه معينه، وتلاقي نتيجه نفس اللعبه دي بتتحسب ضد النادي الاهلي. طب يعني ففي ازدواجيه في المعايير، وده يعني يدي انطباع بان هناك اهواء بالظبط في الحدود، اهواء في اتخاذ قرار التحكيم. يعني تحديدا انت حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، كوره امبارح على ايمن اشرف، ناس طلبت انها تبقى ضربه جزاء. لو الكوره دي اتحسبت ضربه جزاء يبقى هدف البنك الاهلي اللي احنا احرزناه هدف صحيح 100%. هيحسب هو كمان بالتالي صحيح جدا. يعني عايز تحسب دي ضربه جزاء احسبها، بس في نفس الوقت تحسب لنا هدف ايمن اشرف في ماتش البنك الاهلي هدف، يبقى 1-0 هنا وناخد 3 نقاط، وهنا يتحسب علينا بنالتي، ولينا بنالتي وهدف برضه هنكسب الماتشين. يعني بجميع النواحي كسبانين. بس هي القصه في ايه؟ ازاي تتاخد القرار الصحيح. انا امبارح ما بعتبش على الحكم، بس عشان بس يعني انا اعتب امبارح تحديدا على الفار. كره ايمن اشرف الحكم كان على بعد حوالي 25 يارده وجاي من الظهر، فمش شايف الاحتكاك قوي، انما الحكم اللي قاعد في الفار وقاعد في التكييف وبيحكم، ومستكانيوس وقاعد وعنده إيه؟ زاويه عكسيه، عنده زاويه عكسيه وافقيه وراسيه ومن كل الاتجاه. يعني من اي حته هتتحسب. بس انا بعتب على محمد شريف، كان لازم بعد ما يتخبط لازم يجري على الحكم يقول له شوفها، لازم يقول له شوفها في الفار. هو الملعب كله قال للحكم شوفها، يعني ده الجمهور اللي قاعدين من بره كانوا عمالين يقولوا شوفها. انت بره خلي بالك حضرتك، في الملعب لا، ممكن اسمع من بره واطنش، انما لما اللاعب يقوم بحماس ويجي لي يقول لي شوفها وضربني وضربني يا حكم وضربني، هيروح يسال، هيروح يتفرج، هيسال طارق مجدي. انما هو اصلا دوره ان هو يسال برضه، يعني كابتن فوزي يعني حتى اللاعب قال ولا لا، يعني احنا برضه لا مش دور شفنا حاجه صعبه قوي امبارح، مش دور الحكم انه يسال الفار، الفار هو اللي ما هو الفار اصلا ما ناداش الكابتن يشوفها. يعني بقى ده التساؤل اللي الناس كلها كانت بتقول حقيقة. هو ليه يعني الكابتن بتاع الفار ما ناداش كابتن جريش عشان يشوف، ما تيجي تشوف، تعالى شوف بنفسك. لا الغريبه ان هو كلمه في الكره بتاعت ايمن اشرف اللي هي ممكن يعني استحاله تتحسب، ولو اتحسبت تبقى 10%، وما كلموش على البنالتي 100% بتاعت محمد شريف اللي احمد سامي قصر. خلي بالك ده 2-1، محمد شريف لو اتحسب ضربه الجزاء احمد سامي ياخد الانذار الثاني طرد، يبقى ضربه جزاء بيراميدز يلعب 10 لاعبين ناقصين، المباراه النادي الاهلي يركبها، لان انت بتلعب من الدقيقه 63 تحديدا او الدقيقه 64 ضربه جزاء، وطرد من الدقيقة 64 كنت هتركب المباراة لمدة 36 دقيقة إن شاء الله، كنت تجيب ضربة الله. يعني هو لو يعني بس طب. أنا بتكلم حياتك، ده ما يترتب على ضربة الجزاء حاجات كتير جدا، فأنت أنت ظلمت النادي الأهلي في 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 كل أحواله. طب السؤال بقى، إحنا هنقعد نعيد ونزيد في القصة دي لمدة قد إيه؟ إمتى هينتهي هذا اللغط؟ وخصوصا ان بقى حتى في الفتره الاخيره ابتدت تظهر اصوات بتنادي مش عايزين الفار بالبلدي. يعني بطبيعه الحال ما ينفعش، بس انا قصدي اقول لك ان للدرجات دي في جدل داير، وللدرجات دي في حاله احتقان عند اي حد بيشجع النادي الاهلي، بيشجع المنطق. طيب فهو محتقن نتيجه للأمان. اللي حاصل الفتره اللي فاتت هنفضل كده كتير. طب برضه هرجع اوصل لحياتك نقطه، ماتش الاسماعيلي والمحله يوم الحد اللي فات او السبت اللي فات، 4 ضربات جزاء الفار حاسب منهم 3. ماتش تعادل 2-2، 4 ضربات جزاء الفار حاسب منهم 3، يعني الفار شغال. اشمعنى الفار بيجي عند النادي الاهلي يبقى بعافيه وبيوقف؟ اشمعنى؟ طب انا عايز افهم حاجه، ايه الرساله اللي عايزه توصل من كده؟ يعني لجنه الحكام، اتحاد الكوره، ايه الرساله اللي عايزين توصلوها لجمهور النادي الاهلي وللنادي الاهلي من راضي عن النقاط دي او الاهداف اللي ما بتتحسبش فبتخلينا هي دي ايه الرساله؟ خلي السؤال ده بقى مطروح والناس تقلبه كده في دماغها على ما نخطف رجلينا سريعا. فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه ومنورنا كابتن فوزي، وبنتكلم عن نقاط كتيره جدا منها الاخطاء التحكيميه اللي هي مستمره لحد دلوقتي. طيب يا جماعه احنا مش بنلوم حد، احنا الكلام كله ان احنا عايزين الفرقه اللي بتتعب ان هي تحصل على حقها. على كل حال
احنا مش هنقعد نتكلم كتير، ولكن احنا منتظرين الاجابات زي ما احنا طرحنا اسئله، وكل كان بيطرح بصراحه يعني الاسئله والتساؤلات مؤخرا هو في ايه. خلينا ننتقل للملف الاهم دلوقتي وكاس العالم للانديه، وعندنا مباراه قويه بنتكلم عن الدحيل. ده مش يعني فريق ابدا ضعيف، بالعكس قوي جدا. احنا بنتكلم ان شاء الله لو عدينا ممكن يبقى في فرصه برده كويسه. خلينا على جنب دلوقتي بايرن ميونخ، بس نركز في اللي جاي. خلينا نفهم من حضرتك كده رؤيتك برده. طيب فرقه الدحيل طبعا انا شايف تهويل كبير قوي على السوشيال ميديا بفرقه الدحيل. اولا المباراه الاخيره بتاعه الدحيل والاهلي القطري في الكاس انا اتفرجت عليها، فرقه قويه جدا على المستوى الهجومي. في المستوى الدفاعي فرقه مفتوحه جدا جدا، بيلعبوا في 70 متر. النادي الاهلي لو مضيق خطوطه وبيهاجم وبيدافع مع بعض بشكل كويس اعتقد هنعرف ناخد منهم المباراه. اللي نافعهم قوي في الدوري القطري او هم كانوا في ماتش في الكاس خطوط كانت مفتوحه قوي. الراجل لونجو ده اللي هو اللي جايبينه من اليابان، سترايكر هداف الدوري الياباني لمده سنتين، اعتقد انه لعيب كويس جدا. ميزته ان هو طويل بس نقدر نقفل عليه. اسماعيل احمد نقدر نقفل عليه، بيلعب تحت راس حربه ناحيه الشمال، لعيب كويس جدا برده من خبرات اللي موجوده في قطر. عندهم نص الملعب قوي جدا، مدير فني بصراحه مدير فني عالي، انما مشكلتهم في خط الظهر عندهم. رباعي خط الظهر وحارس المرمى اقل ناس موجوده في اللاين اب بتاع فرقه الدحيل. اعتقد ان بفكر مستر بيتسو ولاعيبه النادي الاهلي وبقوتهم اعتقد ان شاء الله ان احنا اهم حاجه نقدر نحاول ما يجيش فينا هدف. لو ما جبناش هدف اعتقد ان احنا هنكسب، وانا يعني انا ببشرك. هم هيعرفوا يجيبوا جوان، بس احنا ان شاء الله نعرف نجيب اجوان. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر واقفين على رجلينا، ما نفكرش في بايرن غير لما نعدي الدحيل لانها فرقه قويه جدا على تاني، فرقه قويه جدا على المستوى الهجومي فقط، انما في المستوى الدفاعي انا شايفهم من الفرق القليله. والدوري المصري هنا هتعرف تسجل فيهم بسهوله، لان هناك الخطوط مفتوحه وكميه الجري مش كتيره. عندنا في مصر كميه الجري كتيره في الدوري عامه. اعتقد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو الاهلي في حالته هنعدي مباراه الدحيل. على ذكر الدوري المصري بالمناسبه، هو احنا ممكن نستنتج من اداء النادي الاهلي في الدوري المصري، نقدر نستنتج من ده اداؤه هيكون عامل ازاي في كاس العالم للانديه، ولا لكل مقام مقال طبقا لاختلاف المنافس؟ لا طبعا ما تقدرش تقارن بين الدوري المصري باي حال من الاحوال واداء النادي الاهلي او اداء اي نادي في الدوري المصري في بطوله مجمعه. بطوله مجمعه كاس عالم الانديه او بطوله حتى المنتخب المصري تيجي تتفرج عليه، المنتخب المصري في اي ماتشات عاديه تلاقي المنتخب المصري مش عادي يعني. بس يروح بطوله مجمعه تلاقي البطوله الافريقيه مثلا منتخب مصر بيعملها على احسن ما يكون. انا عايزك بس تاخد في اجابتك تاخد في الاعتبار تفصيله وواقع ان النادي الاهلي بيتعامل مع كل مباراه على اعتبار ان هي ماتش مهم ايا كان، هي محليه هي قاريه هي دوليه، بيلعب فريق ليه تاريخ ملوش تاريخ، هو كده كده اي ماتش بيدخل على اعتبار ان دي مباراه مصيريه. طيب الكلام يعني ده ممكن نقوله على مستوى اللي هو ايه الانشا، انما اللعيب غصب عنه بيتاثر بالفرق اللي قدامه. انا لما اروح العب فرقه قويه جدا هبقى بقمه تركيزي وقاعد بفكر قبل الماتش اسبوع في الماتش، انما بلعب فرقه حاسس ان انا هكسبها وهكسبها قليل تركيزي مش هيبقى عالي، ومش مش هقاتل كتير، مش هجري كتير في الملعب. خلي بالك دي صفات مصريه، مش صفات بقى لاعب نادي اهلي، لا صفات مصريه في الشعب المصري. لو عنده مشوار مهم بيبقى قبليه بثلاث ايام مستنيه، لو عنده حاجه لو شغله بينزل متاخر ساعه ونص. حسينا حضرتك يا كابتن، انا بقول لك الحقيقه يعني دي صفات مصريه. فالكلام ده برضو على المستوى فانت ما تقدرش تقارن مباراه امبارح. انت مباراه امبارح 45 دقيقه ضايعين منك الشوط الاولاني، الشوط الثاني يمكن كنت كويس بعد نزول بواليا وكهربا تحديدا طبعا. انما اعتقد في مباراه زي الدحيل كاس عالم الانديه العالم كله بيتفرج عليك، عندك امل انت تلعب بايرن ميونخ وتعمل جيم كويس، بتفكر في ماتش الدحيل اعتقد كل اللعيبه هتبقى في قمه تركيزها. الجهاز خروج الكابتن محمود الخطيب مع البعثه هيديهم قوه هيديهم تركيز عالي، سيد كابتن سعد عبد الحفيظ ومستر بيتسو هيخلوا التركيز عالي. فاعتقد لا ان شاء الله هتشوفوا النادي الاهلي بوجهه غير اللي شفتوها امبارح او في المباريات السابقه. كويس جدا. اروح بقى مع حضرتك لتفصيله ثانيه وهي خاصه بوالتر بواليا، لان ده كان
يعني في كذا وجهه نظر حوله، اللي هو لا مش جاهز دلوقتي ينزل، ليه بينزل المباريات من اول الشوط الاول؟ ناس تاني قالت كويس ان هو لاعب مع بيراميدز من الشوط الثاني. بس هو كان في تصريح بقى لبيتسو موسيماني، هو تحدث ان بواليا فعلا لاعب كويس ولسه جاي منه كتير جدا، يعني الثقه برده اللي عنده في هذا اللاعب حلوه جدا، ويمكن شفنا اختلاف في المباراه الاخيره في الشوط الثاني. بري فور بواليا، يعني دي اكبر مهمه قالها امبارح بيتسو. عايزين ندعي لبواليا ان هو يحرز اهداف. القصه بواليا امبارح نزل قلب الجيم، اكتر في تلت ساعه لعب على الجون ثلاث كور، اثنين تصدى ليهم شريف اكرامي، الثالثه ضاعت منه، التحام مع شريف اكرامي في الهواء هدف، انا من وجهه نظري هدف صحيح لم يحسب، عمل تغيير كامل في النادي الاهلي. القصه ان احنا حرقناه بدري بالامانه. بواليا اتحرق بدري، اول ما جه لعب ما كانش لسه انسجم مع الفرقه، ما عملش زي ما بيقولوا كده ذهنيا، ما ارتبطش ذهنيا مع اللعيبه، فكان تحركاته عكس معظم اللعيبه، ما سجلش فاتحرق. لما جينا قعدناه ونزل محمد شريف بعد ما كنا بعدنا محمد شريف عن الاساسي، محمد شريف امبارح برده مش في احسن حالاته، لانه برده بقاله فتره كتير ما بتتريش. بس بواليا في العموم انا شايف انه سترايكر كويس، نامل فيه. يا جماعه انا هفكركم بس بلافيو، هو ليه ستايل واضح وليه شخصيه وتحركاته فعلا بتربك حسابات الفريق ومحطة. بس الفينشنج فيه مشكله بقى دي بالوقت. بمعنى ايه؟ فلافيو قعد سنه كامله في مصر جاب جون بقفاه في ماتش غزل المحل، والله بجد والله جاب جون بقفاه، عماد النحاس عملها له من نص الملعب، عايز يطلع بدماغه راح جاي في قفاه وداخله جوه، والله انتوا بتضحكوا. السنه اللي بعدها خد هداف الدوري ب 22 هدف، فلازم نصبر على واحد جاي يعني مش عايش في مصر، او هو ست شهور بس، لازم يا جماعه نهدى عليه لما يجيب جون. عارف المكنه لما بتبتدي اول الصبح اما تدورها تاخد وقت تعتل معاك، انما اول ما تدور يا مشاهد يا رب. فان شاء الله مع اول هدف بولي هينطلق ان شاء الله باذن الله. ده اللي كلنا بنعمل فيه. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. حلقه نهايه الاسبوع بقى، نشوفك على خير ان شاء الله يوم الاحد الجاي. بنشكر طبعا حضراتكم على متابعتنا، واكيد بنامل باذن الله ان الماتش النهارده يكون قوي بين مصر والدنمارك في اليد، ويا رب باذن الله كمان نحقق كده المنتخب بتاعنا فوز يعني قوي كمان، ونشوف مباراه حلوه. وزي ما كريم قال كده خلاص بالنسبه ل 10 الصبح في الاهلي الاسبوع خلص، هنشوف حضراتكم يوم الاحد الجاي باذن الله. يا رب كده يبقى ويك اند سعيد علينا جميعا. مع السلامه.